وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، بداية بعد التحية، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة تشهد المنطقة تزايد للصراع، وبالتالي تقوم مصر والوسطاء القطريون أو الأمريكيون بمفاوضات وجولات للتوصل لاتفاق. برأيك كيف ترى تلك المفاوضات؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا المفاوضات الان يعني في جمود سياسي كبير نتيجه ان الاحداث تلقي بزلوها، والتصعيد العسكري يؤدي الى ما لا يحمد عقباه، باعتبار اننا نشهد بوادر حرب اقليميه واسعه النطاق في المنطقه، وتصعيد خطير للامور بشكل كبير على كافه الجبهات، سواء على الجبهه اللبنانيه أو في سوريا أو في العراق، وأيضا التصعيد الأخير في البحر الأحمر وبالأخص من قبل جماعة الحوثي التي قامت بضرب تل أبيب بمسيرة، وقامت إسرائيل بضرب ميناء الحديدة كدليل قاطع على أننا نسير في طريق مغلق لن يؤدي إلا إلى اتساع رقعة الصراع، وهذا ما كانت الدولة المصرية تحذر منه منذ اللحظة الأولى، من أن استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة سيؤدي قولا واحدا إلى هذا الاتساع، وأيضا التداعيات الكارثية التي تلقي بظلالها، التداعيات الاقتصادية التي تلقي بظلالها نتيجة تضرر البحر الأحمر. ومن الممكن جدا كما أكد الحوثي أن يتم تصعيد الصراع ليشمل البحر المتوسط والمحيط الهندي، كل ذلك سيدفع في اتجاه السعي بكل قوة من قبل نتنياهو إلى اتساع رقعة الصراع وشراء الوقت حتى يتسنى له البقاء لأطول فترة ممكنة في المشهد السياسي في إسرائيل. نعم دكتور حامد، بالحديث عن تحذيرات مصر، فمصر حذرت مرارا من اتساع نطاق الصراع بالمنطقة ومنطقة الملاحة البحرية خاصة بالبحر الأحمر، كيف ترى الجهود المصرية في هذا الشأن؟ يعني إذا كان العالم آمن بالرؤية المصرية والسردية المصرية منذ اللحظة الأولى وسعى وضغط بشكل كبير على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على قطاع غزة، ما كنا قد وصلنا إلى هذه النقطة المظلمة التي أرى أن المنطقة الآن على شفا الانهيار، على شفا الوصول إلى حرب إقليمية شاملة، باعتبار أن الدولة المصرية دائما وأبدا لديها رؤية استشرافية استباقية للأمور، وحذرت من اتساع رقعة الصراع بشكل كبير ليست مرة واحدة، ولكن الرئيس السيسي وأغلب المؤسسات المصرية، ممثلة الخارجية المصرية وكل المؤسسات المصرية كانت تؤكد على أن استمرار إسرائيل في العدوان الغاشم على قطاع غزة سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، والآن تحصد المنطقة السياسات الخاطئة لحكومة نتنياهو، وأيضا تراخي بل ومشاركة المجتمع الدولي وبالأخص الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل على القطاع، باعتبار أن إسرائيل تحصل على كافة الأسلحة والذخائر من دولتين تحديدا، الولايات المتحدة الأمريكية بتحصل منهم إسرائيل على 69% وألمانيا على 30%، بمعنى أن 99% من الأسلحة اللي بتصل لإسرائيل بتصل لها عن طريق تلك الدولتين، وبالتالي لابد أن يتحرك المجتمع الدولي لتنفيذ وجهة النظر المصرية باعتبارها هي المرجعية للسلام في الشرق الأوسط، وباعتبار أن التحذيرات الواضحة والمستمرة من قبل الدولة المصرية يعني ظهرت الآن نتيجتها من أن استمرار الصراع أدى وبشكل كبير إلى اتساعه، ومن الممكن أن نشهد في الأيام القادمة تصعيد أكثر وأكثر. نعم صحيح. دكتور حمد فارس، خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.